ظرف الزمان. ترالا ترالا منير، الطقس يبدو مشمسا اليوم. بالمناسبة يا منير، هل تعرف أن الشمس تشرق صباحا؟ حقا؟ شكرا لك على المعلومة، حتى الأطفال الرضع يعرفون ذلك. حسنا، أكنت تعرف أيضا أن القمر يطلع ليلا، وأن الطقس حار صيفا وبارد شتاء؟ بالطبع أعرف هذا كله. ما بال حديثك غير مترابط؟ هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير حال. كل ما هناك هو أنني أتدرب على أن أكون دقيقا في كلامي، فأستعمل دائما ظرف الزمان. ظرف الزمان؟ نعم، فظرف الزمان يساعد في تحديد وقت حدوث الفعل. أنا أعرف ظرف الزمان بالطبع. ظننت أنك لا تعرفه. إذن لماذا تتعجب من كلامي؟ سمير، أنا أتعجب لأنك تتحدث حديثا غير مترابط، وليس لأنني لا أعرف ظرف الزمان. ماذا بك اليوم؟ أها، اليوم هذا ظرف زمان آخر. حسنا يا سمير، يبدو أنك بحاجة إلى الراحة اليوم. سأتركك الآن ولنتحدث غدا. غدا؟ غدا أيضا ظرف زمان. أنت رائع يا منير. حقا؟ أنا رائع فقط لأنني صرت أستعمل ظرف الزمان الآن. الآن؟ الآن هذا أيضا ظرف زمان. يا إلهي، كيف فعلتها يا منير؟ ماذا فعلت؟ كيف تستعمل ظرف الزمان بهذه السهولة؟ أنا لم أقصد هذا يا سمير. والآن دعني أنتهي من إفطاري، فلدي موعد ظهرا. ظهرا؟ ظهرا ظرف زمان آخر. آه منك يا منير، أنت مذهل. لقد مللت منك حقا يا سمير. انتظر يا منير، إلى أين أنت ذاهب؟ سأترك لك المنزل شهرا، ولا تخبرني أن شهرا ظرف زمان، لأنني أعرف ذلك. ظرف الزمان هو كلمة تدل على زمن، أي وقت حدوث شيء، مثل ليلا، نهارا، صباحا، ظهرا، عصرا، مساء، صيفا، شتاء، ليلا، ننام ليلا، صباحا، نذهب للمدرسة صباحا، شتاء، يبرد الجو شتاء، مساء، سنزور جدتي مساءً.